ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق. آیا مگر شما بزرگانتون اراحت ندارن من انکرم مهدی فقط شفر؟ اگر میلاد روایت شما نبایی به نظرم و بزرگان شما هم بر این عقیده خیلی پافشاری دارن. خود آقای ابن حجر اصفهانی در کتاب لسان المیزان جلد پنجم صفحه 130 از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کنه این روایت را که جابر گفت از نبی مکرم فرمودن من انکر خروج المهدی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کس خروج المهدی را انکار کند بر شریعت پیغمبر و در ما منزل احرا پیغمبر در حقیقت کفر بست. ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء، هناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان كان له الفداء. إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء، إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثا يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء. ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. آیا مگر شما بزرگانتون اراحت ندارن من انکرم مهدی فقط شفر؟ اگر میلاد روایت شما نبایی به نظرم و بزرگان شما هم بر این عقیده خیلی پافشاری دارن. من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وغزى الظلام وجاء بالله.